هذا طيب منصور، كانت هذه جزئية مهمة جدا في فقرة الموري أمس، اختيار أحمد الدوسري لكرة الإنقاذ والإشكالية اللي صارت. هل أحمد الدوسري في كرة الإنقاذ حجته كانت قوية واضحة أنه ناصر الحربي ما وضح له الآلية، ولا هل الآلية أنها توضح مرة واحدة في أول مرة ثم خلاص زي مثلا نقول حصانة من إبراهيم، ما يحتاج أني أجي المرة الفاتت المرة الجاية كل مرة أقول حصانة معناها أني أوضح آليتها، صح؟ رأيك. أولا في شيء مهم جدا لازم نفهمه، يعني هل وليد قشران هو المشكلة ولا ناصر الحربي هو المشكلة؟ يعني البارح ناصر الحربي طلع مع محمد الدوسري وقال أعطيك كرت إنقاذ، هذا الكرت ينقذك من البرايم مقابل، هذا الكرت ينقذك من البرايم مقابل أنت تختار ناس من المتسابقين يدفعون لك، فاختار صالح آل مكسر واختار محمد الفهري ياخذ من كل واحد منهم 1000. هذه المره اللي فاتت هذا ناس حرب ايش سوى؟ ايه البارح الكلام هذا. البارح. طيب اليوم كلنا جايين على اساس ان محمد الدوسري ما هو في البرايم، تفاجأنا انه إن وليد قشران يطلب منا انك اختار واحد مكانك لان هذا كرت الانقاذ هذا نظامه. وليد قشران يقارن بكرت الانقاذ اللي اخذ محمد الدوسري المره الاولى وحط عبد الله الجعيداني مكانه. طيب في المره الاولى الكرت حق الانقاذ اللي قاله ناصر الحربي قال يا محمد الدوسري بالعربي اختر واحد مكانك. ناصر الحربي البارح بالعقل يا جماعه بالعقل كيف يقول اختر كرت الانقاذ اثنين يدفعون عنك؟ طيب اثنين دفعوا عني، طيب لو فيها تكمله بيقول طيب بما ان اثنين دفعوا عنك يلا اختر واحد مكانك، ما تجي. وانا اشك بصراحه انه فيه سوء تنسيق بين ناصر الحربي وبين النومنيه، يعني احنا دائما نحط الخطا على ناصر الحربي، انا اقول لا المره هذه يبي لها استيضاح، لان الزعل اللي زعله محمد الدوسري بصراحه ما يلام فيه. انا لو اني مكان احمد الدوسري فتحت باب القريه وخرجت. طيب الماء يعني هذا ضيم. كلامك واضح، خلينا ندش من جزئيه واحده. طيب خلينا على ناصر ابتداء، ناصر بغض النظر عن التنسيق مع وليد قشران، كيف انك تختار هالاغراء بالذات على كرت الانقاذ وتحديدا محمد الدوسري؟ ايش تبغى توصل له يا ناصر؟ تطرب محمد الدوسري بالزملاء؟ تطرب محمد الدوسري بالاداره؟ ناصر يبحث عن المواجهه، يبحث عن الاثاره في الفقره. يعني ليش اختار محمد الدوسري ما اختار بخيت جالس يطالب فتره طويله اختاروني في المغري؟ ما اختاره في المغري. محمد الدوسري اعطي كرت انقاذ لمحمد الدوسري اللي كان تحت قرار صاحب القرار بسحب حصانه وابراهيم، وكان في حتى خصم 1000 ومشكلة 2000 ومشكلة كبيرة صارت وقضية وهالكلام، وننتظر البرايم الجاي ونشوف ايش بيصير محمد الدوسري وقرار من صاحب القرار وانتهى الموضوع حسم، تجي تبيع كرت انقاذ ب2000؟ هل هذا يعقل؟ بعدين نجي الجزئية المرحلة اللي بعدها، انت تشوف مع وليد قشران، انت تشوف 2000 غالي يعني؟ لا شوي، لا مو شوي، 2000 2000 على كرت انقاذ 2000 مو شوي. انت تقول انت اخترت محمد الدوسري عشان يحب المواجهه، صح؟ انا على الناس ب 400 وصل الى كلام اليوم، ليش 2000 كثيره؟ حلوه عجبتني هذه، ما اقدر اعترض عليها. لا 2000 هذه حلوه، هذه عجبتني. تدري ابو 400 هذا قالوا له ب 1000 ريال تروح كلام اليوم؟ قال لا، بس تبغى صدق في فرق برايم ولا كلام اليوم؟ لا والله يا حبيبي لا انقذ نفسي برايم وخلك انت والبخات ومعيان لو انكم يا شيخ. الدرجه دي الفقره يعني طايحه في عينك؟ لا مو طايحه في عيني، بس انا انقذ نفسي. بالنسبة للمغري، فكرة ناصر الحربي مع محمد الدوسري، شوف أنا بالنسبة لفقرة المغري فيها مغالطة.